إلى ملعب جوانجو في 22 السبت القادم. قربت على الوصول لملا ركلة الج... ماذا يقولون؟ ماذا ركلة الجزاء؟ ركف الكورة تشوفوا عجبتها وح... وأيضا مور أيضا نتابعنا في مسك من هيرو مع من؟ مع كوين في هذه الكرة. يعني حكى المباراة يحتسب ركلة الجزاء رحلة وصول المنتخب الإسباني في المرمى. جول! هاي الكرة، هاي الكرة وعجبتها، هاي الكرة وحلاوتها، هاي الكرة وأمرها الغريب. وروبيكين الكرة عندما ترضى على المنتخب فعلا تعطيه حتى اللحظات الأخيرة. ها هي أعطت المنتخب الإيرلندي ركلتي جزاء، وركلة جزاء يعني رضا.